السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السابع في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية. مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء حلت به مناف للتوحيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم.
قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وتلقى في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي فإنه لما ذاق رحمة الله بعد الضراء التي مسته زعم استحقاقه نعمة الفرج فقال هذا لي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير الآية أثرين أحدهما عن مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق به رواه ابن جرير في تفسيره بهذا اللفظ وهو عند البخاري معلقا بلفظ بعلمي ورجح أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى أنه بتقديم الميم على اللام أي بعملي كما في رواية ابن جرير. والثاني والآخر حديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفا قال يريد من عندي رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما. وهذان الأثران يدلان على أن هذا المدعي زعم استحقاقه النعمة من جهتين فالجهة الأولى بالنظر إلى مبدئها فقوله من في كلام ابن عباس يراد به الابتداء وتفسير ابتدائه النعمة على نفسه كونه عمل لها كما قال مجاهد هذا بعملي فهو يرى أن ابتداء النعمة وقع منه بعمله باعتبار عمله. والأخرى أنه يستحق تلك النعمة بالنظر إلى منتهاها كما قال مجاهد وأنا محقوق به أي جدير بتلك النعمة أهل لها فصارت دعوى الاستحقاق مشتملة على ادعاء النعمة ابتداء وانتهاء وهذا من أعظم الجور والكذب في الدعوى والقول المذكور في الآية هذا لي قول الكافر فمن قالها معتقدا حقيقتها
فمن قالها معتقدا حقيقتها أن النعمة منه استقلالا بالخلق والتقدير فهذا كفر أكبر. وإن قالها دون اعتقاد ذلك ولكن جرى بها لسانه فهذا كفر أصغر لما فيه من نسبة النعمة إلى غير مسديها. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي. والقائل هو قارون أحد الهلكة من كبراء بني إسرائيل. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها حديث قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها حديث السدي قال على علم من الله أني له أهل، على علم مني أنه أني له أهل. ولم يسمي المصنف القائل بل أبهمه، فقال وقال آخر. وهذا الأثر مروي عند عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيريهما من قول السدي. وثالثها حديث مجاهد قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين في زعم دعوى استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء، والقول فيها كالقول في سابقتها. فهذا ادعى النعمة ابتداء أنها منه، وادعى انتهاء أنه يستحقها وأنه جدير بها. والقول في حكم قوله أوتيته على علم عندي كالقول في نظيره المتقدم هذا لي، فهما من باب واحد، فيكون تارة كفرا أكبر ويكون تارة كفرا أصغر. والدليل الثالث حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وهو حديث أبي هريرة الطويل المخرج في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أحدها اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى. وثانيها نسبته تلك النعمة إلى الله لقوله فرد الله إلي بصري. وثالثها أداؤه حق الله في تلك النعمة شكرا له لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب سخط الله على الأبرص والأقرع ثلاثة أشياء أيضا، وموجب سخط الله على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا، أحدها عدم اعترافهما بالنعمة فلم يقر بما كان عليه ولا ما صار إليه، وثانيها في عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم
في عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، بل قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، بل قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وثالثها عدم قيامهما بحق الله في النعمة شكرا له، عدم قيامهما بحق الله في النعمة شكرا له، إذ منع ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به من حقه، إذ منع ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به من حقه فلم يعيناه وبخل بما ليهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى قوله لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.